بسم الله الرحمن الرجعنا تاني لدرس من دروس البارامتر سنة 2015، وهنبدأ في درس جديد، بس المرة دي هنستخدم معاه يعني مجموعة من الصور في تصميم واجهات، سواء واجهات داخلية أو خارجية. عايزين نصمم معاه مع بعض الصور. على سبيل المثال صورة زي دي، عايزين نعمل مثلا صورة زي دي على واجهة من الواجهات، وبعد كده حتى لو فكرنا إن إحنا ننتجها في الحقيقة في الواقع، أولا ممكن نعملها باستخدام الكاتر بلوتر تفريغ، وممكن بعد كده كمان تتصنع تتعمل بانلز تستخدم فيها تقنية السي إن سي، بحيث إن إحنا نقدر نطلع نفس الرسمة دي لو حبينا إن إحنا نعبر عن رسمة زي دي في واجهة معمارية، سواء بأكد تاني الواجهة دي كانت واجهة خارجية أو حتى في الانتيريور ديزاين هنستخدمها كواجهة داخلية. التيوتوريال بسيط إن شاء الله وسهل جدا، بس أهم حاجة ترتيب الخطوات، لازم نمشي بنفس الخطوات اللي هتتقال بالظبط في التيوتوريال دي. هبدأ الأول الحقيقة بموديفاير يو في دبليو ماب. موديفاير يو في دبليو ماب عشان يضمن إن المابنج اللي هينزل بتاع الصورة على الجسم يطلع مظبوط، ده مهم جدا جدا جدا. هنبدأ بعد اليو في دبليو ماب هنحط موديفاير إيديت بولي، ونتأكد إذا سمحتوا إن الإيديت بولي معمول عليه أوبشن أنيميت. هنختار بوليجونز موجود عندنا، وهنعمل كنترول إيه أو هنختار كل البوليجونز اللي موجودة، ده مهم جدا. رجعت دلوقتي للفرونت عشان اقدر اشوف الموضوع بوضوح، وهعمل زوم عشان اقدر اقرا البوليجونز. برضك بالذكر شيء او العلم بشيء، يعني البوليجونز اللي كانت مستخدمه كانت 40% 32، كل ما بتزود عدد السيجمنتس كل الريزولوشن هيكون افضل، يعني كل ترجمه الصور كتفريغ على الواجهه هتكون افضل، لكن طبعا بيبقى دايما فيه ليميتيشنز على حجم الفايل، عشان حجم الفايل ما يكبرش منك، وعشان حتى سهوله التنفيذ في الموقع بعد كده تبقى اسهل بكتير. فاضطريت ان احنا نكتفي بس ب 40 سيجمنت في 132 سيجمنت. هنرجع تاني للايديت بولي، هنختار بوليجون نعملها اكتيفيت. طبعا هو بيدي لك رافلي كده فيجر 5280 بوليجون سيلكت. هننزل لتحت وندور على اوبشن بتاع انسيت. انسيت هضغط عليه كليك، هتطلع الاوبشن بتاعت الانسيت عندك هنا. اتاكد الاول انك مختار باي بوليجون، باي بوليجون، وبعدين ابدا زود الرقم نسبيا واحده واحده لحد ما تلاقي فعلا عندك ان كل بوليجون بقى بينزل او بيعمل كده اوفست داخليا بالشكل اللي هتشوفه في الفيديو. هكتفي بيها كده، اقول له اوكي. يبقى كده مهمه الموديفاير بتاع الايديت بولي انتهت. هرجع استخدم موديفاير رقم 3 اللي اسمه ديليت مش. بيعمل ايه ديليت مش؟ هيمسح كل البوليجونز اللي كانت في النص، وده التفريغ اللي احنا بنعمله. هنرجع نضيف ايديت بولي تاني. الايديت بولي تاني برضك هنقول له انيميت. هشغل الفيرتكس المره دي مش البوليجونز المره اللي فاتت. هقول له يوز سوفت سيلكشن، ومش هأودي عليه اي وظيفه تانيه، خلاص هو كده انتهى. هنستخدم الموديفاير اللي بعديه اللي اسمه فوليوم سيلكت، وده مهم جدا. فوليوم سيلكت، وبعد كده برضك في الفوليوم سيلكت لازم تتاكد انك قايل له فيرتكس وتشغل خاصيه السوفت سيلكشن. اخر موديفاير عندنا عشان المهمه بتاعتنا تنتهي، موديفاير اسمه مورفر. مورفر موديفاير مورفر هو المسؤول عن انه يسجل لك حالات مختلفة من الفتحات، مرة تقدر تسجل الفتحات وهي واسعة، ومرة تقدر تسجل الفتحات وهي ضيقة، فده مهم. طبعا دي الحالات اللي موجودة، هو مسجل عندك مبدئيا 100 حالة، بس احنا مش هنحتاج غير اثنين، اول اثنين بس. اتأكد انك واقف على الليست رينج 1 ل 10 اللي هي اول لستة اول قائمة، ونختار رقم 1. هننزل لتحت ونقول له كابتشر كارنت ستيت، يعني انا عايزه يسجل دلوقتي الحالة اللي موجودة بتاعت الفتحات وهي واسعة كده، وهتاكد ان في الكابتشر دي القيمه بتاعتي 100%. انا كده سجلت الحاله الاولى. هرجع للايديت بولي اللي هو اول ايديت بولي انا حطيته، اللي انا كنت مختار فيه خاصيه البوليجونز اللي احنا كنا شغلنا فيه خاصيه الانسيت. مجرد ما هضغط على السيتنجز بتاعت الانسيت هتلاقي ان متسجل عندك اخر قيمه انت كنت حاططها للفتحات. هبدا اصغر القيمه دي شويه، هتلاحظ طبعا ان في بعض الفتحات بتضيق، في بعض الفتحات زي ما هي مفتوحه. هتاكد ان الفتحات اللي عندنا هنا اغلقت، اللي هي الفتحات اللي بره المجال الرينج ده انها مغلقه، وهقول له اوكي.
اصبح كده عندي حاله تانية على طول فورا هرجع للموفر واقول له لحاله رقم 2 بقى كابتشر، عشان برضك يسجل الحاله الثانيه بتاعه الاغلاق. وانا سجلت الحاله الاولى بتاعه الشكل المفتوح، وبعدين بسجل الحاله الثانيه بتاعه الاغلاق واحاول له اكسبت. يبقى كده الحالتين متسجلين. نلاحظ يا جماعه دايما ان الحاله الاولى بس بتاعه الفتحه هي اللي كانت 100%، الحاله الثانيه زيرو. فهي دي الترتيبه بتاعتنا. طيب احنا كده حصلنا على موديل اجزاء منه مفتوحه واجزاء منه مغلقه. الجزء ده هو اللي مفتوح والباقي ده كله ايه؟ مغلق. عايز افهمه بقى انه يفتح الفتح او الاغلاق بناء على صوره موجوده عندي. نقدر نعمل القصه دي ازاي؟ اخر خطوه هنؤديها اللي هي الفوليوم سيلكت. هتيجي للفوليوم سيلكت اللي انت كنت شغلت خاصيه الفيرتكس والسوفت سيلكشن. لكن اجمل حاجه الاوبشن اللي فيه بقى اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده اللي اسمه تكتشر ماب. تكتشر ماب. ما تقلقش لانك كنت حاطط قبل كده يو في دبليو ماب في المابنج مظبوط قبل انت ما تبدا تشتغل، فمفيش مشكله فيه. هاجي على التكتشر ماب وهقول له نان، هضغط على بيت ماب وهبدا ادور على صور. طبعا في صور كتير، يعني في تجارب حتى للجيوكوندا الموناليزا، لوحات الفن العالمي كلها متاحه عندك. عايز تستخدم اشكال زخرفيه كوفي مش عارف، عايز تستخدم اي اشكال من اي نوع، كل ده متاح عندك. هستخدم دلوقتي الصور اللي احنا كنا اتكلمنا عليها لاحقا. وبالمناسبه لو لاحظت هتلاحظ ان النسب بتاعه الصوره انا حافظت على النسب بتاعه البلين اللي احنا بنشتغل عليه يكون بنفس النسب تقريبا بتاعه الصوره اللي بنشتغل عليها. بيطلع لك اهي كام بيكسل في كام بيكسل، 2560 في 1024، فانت عندك تصور النسب موجوده ازاي. هقول له اوبن. بمجرد ما اقول له اوبن هتلاحظ دلوقتي ان في بعض الفتحات بقت مفتوحه جامد، في بعض الفتحات اغلقت، يعني في باترن او في نمط معين بدا يظهر. تعال نعمل زوم اوت. هتلاحظ في الزوم اوت ان الصوره فعلا او الشجره او الشكل المنظر الطبيعي اللي احنا بنتكلم عليه اصبح موجود. نتفرج عليها حتى كبرسبكتيف. ايه اللي حصل بقى؟ عمل ترجمه كامله بحيث ان الشجره نفسها تبان مغلقه والفتحات تبان، او الفويد يطلع فتحات. الفايل ده انا الحقيقه جهزت له، حطيت له سان لايت او حطيت له اضاءه شمس بحيث ان يعني تسهل علينا برضك الرؤيه او التصور بتاع الموضوع. وعايز اشوف كده شكل اللقطه دي هتطلع ازاي الحقيقه مع الاضاءه النهائيه. هنعمل ريندر سريع ونشوف شكل الريندر طلع ازاي. هنلاحظ فعلا في الريندر ان شكل الشجر بدا يبان والخلفيه كلها فتحات. وهتلاحظ الجزء بقى الممتع في الموضوع ان شكل الواجهه كلها او شكل الشجر كله بيترجم على الارض كظلال. بدات تبان. طيب فرضا ان انت مش عاجبك الموضوع، مش ساتيسفايد، عايز تعمل العكس، يعني كنت عايز الاجزاء اللي هي تبقى سوليد تبقى هي الفويد، والاجزاء الفويد المفتوحه تبقى هي السوليد، يعني عايزين نعكس. الموضوع سهل جدا جدا، مفيش اي مشكله فيه. من نفس الموديفاير بتاع الفوليوم سيلكت اللي احنا حطينا فيه الصوره هي دي اهي، اطلع فوق شويه هتلاقي عندك خاصيه اسمها ايه؟ انفرت. انفرت عكس. مجرد ما تضغط على انفرت هتلاحظ ان هو عمل العكس، اصبحت الشجره هي اللي نفسها مفرغه واصبحت الاجزاء الفويد، يعني اتعكست الامور. خلينا برضه ننزل شويه الشمس بتاعتنا او زاويه الميل بتاعت الشمس عشان تدينا ظلال اطول نسبيا، فنقدر برضه نتفرج على الموضوع بطريقه ظريفه. يلا نرجع تاني للواجهات بتاعتنا اهي، شكلها ظريف جدا الحمد لله. في البرسبكتيف مدياني تصور كمان قبل ما اشتغل الموضوع هيبقى شكله عامل ازاي اهو. او حتى نبعد شويه عشان نشوف لقطة أوسع. إحنا كده عملنا النيجاتيف بتاع الوضع اللي فات. هنعمل ريندر تاني. هنبدأ نلاحظ إن شكل الشجر أو شكل المنظر الطبيعي هو اللي بدأ يتفرغ معانا. الجزء برضك الممتع في الموضوع هو الباترن اللي مرمي على الأرض. طب إحنا كده الخاصية دي تقدر تستخدمها فعلا معماريا لو أنت عايز تعمل واجهة دبل سكين مثلا. والدبل سكين ديت عايز إن فعلا يرمي لك الضوء والظل الباترن بتاع الرسمة اللي أنت بتستخدمها أو الصورة اللي أنت بتستخدمها جوه المبنى. فممكن تعمل باترن زي ده perforated aluminum مثلا وراء ازاز كيرتن وول او كيرتن سيستم، بحيث المشاهد اليوزر المعماري من الداخل هيشوف منظر الطبيعي اللي احنا بنتكلم فيه ده، وفي نفس الوقت هيدرك الموضوع عن طريق الظلال. ومع حركه الشمس الديناميكيه طبعا تبدا تدي لك تغير مستمر في شكل باترن الظلال اللي بتنتج عنها. برضك ملحوظه ثانيه مهمه جدا، كل ما بتزود الريزولوشن او بتزود عدد السيجمنتس نقاء الصوره او وضوح الصوره هيبقى اكبر. كده عملنا كذا ريندر فشفنا هو الموضوع
شكله عامل ازاي. الموضوع طبعا غير مقتصر فقط على المناظر الطبيعيه، انت حتى في استخدام برنامج الفوتوشوب تقدر تصمم اي صوره، تقدر حتى لو صور عائليه، صور شخصيه. تطبيقات الموضوع ده او مجال الموضوع ده حاجات كتير جدا، حتى انت ممكن تعمل تابلوهات وتحط وراها خلفيه اضاءه مثلا او بانل مضيئه وتبدا تستخدمها. همسح الموديل ده وهفرجكم على موديل برضه تاني احنا كنا مجهزينه بتاع الجيوكوندا اللي احنا قلنا عليه اهو. نفس الصوره المستخدمه في الفوليوم سيلكت اهي، اهي الجي بي جي، هي صور من الانترنت بحثت عنها بتاعت الجيوكوندا. وفي كمان صوره فيرمير بالمناسبه، لوحات الفن العالمي كلها تقدر تستخدمها. انا استخدمت الحقيقه المره دي الصوره دي. كانت النتيجه ايه؟ اهي الصوره اللي احنا شايفينها على الماكس اهو، حصلت الترجمه بالكامل. هتلاحظ دلوقتي ان الاوت لاين باين بتاع الجيوكوندا اهو، هتلاحظ ان الظلال بتاعتها والباترن بتاعها على الارض كمان اهو واضح جدا جدا حتى قبل ما نعمل الريندر. طب تعال نقوم بعمليه ريندر كده ثانيه نشوف ايه النتيجه. هنا طبعا الريزولوشن اعلى سنه، يعني انا مزود هنا الحقيقه عدد السيجمنتس عشان الموضوع يكون اكثر وضوحا. كده احنا نقدر الحمد لله نربط الاركتكتشر او الانتيريور ديزاين بالارض فعلا. وفي نفس الوقت كانت الاداه رابطه بين الاثنين ايه؟ البارامتر تولز او البارامتر ديزاين. ترجمه مباشره بنفس التطبيق اللي احنا اتكلمنا عليه. وهي شكل الجيوكوندا بدا يبان معانا. تعال نعمل زوم عشان نشوف برضه التفريغات تمت ازاي اهو. اعتقد واضحه جدا جدا. تعال نعمل زوم اكتر. أرجو إن الفيديو ده يكون فيه فايدة للناس جميعا وتكونوا استفدتوا منه، وحاولوا إن أنتم تطبقوا. ولو في أي حاجة طبعا تقدروا تعيدوا الفيديو يعني كذا مرة، ولو في أي استفسارات على اليوتيوب تقدروا تبعتوا أي كومنت مرحب بيه. شكرا جزيلا، وأراكم إن شاء الله في حلقات قادمة.